معلش هنعمل هنا شوية تعديل خصوصا في الحتة الجزئية دي، ده هيتشال معلش، هنعيد تعديل مرة أخرى في الجزئية دي، هنجيب الجزئية دي وهنزيفها عشان نجيب الصورة بتاعتها، هنعمل هنا شوية أزرة بس بشكل بهذا الشكل، وهنخليها بدون كتابة، وهنعمل لها علامة اليد. نحاول نفتح أو نكبر على قد ما نقدر، وهنا نحاول إن احنا نعمل لها عملية شفافية، وليكن دي وهنيجي هنا هنعمل اللي هي الصورة اللي احنا شلناها، هنيجي هنا اهو هنعمل شوية اختبار بسيط على الصورة ديت اللي هي بيكتشر بتساوي اعتقدش احنا هنشيلها لسه زي ما هي، كده احنا عملنا الزرار بتاعها. ياخد نسخ ولصق مش كده، وهنعمل شفافية المنظر ده كده عشان ايه يقبل اللي هو يضغط عليه. تقريبا مش قابل اللي هو يبقى الصورة تكون
طيب هنعمل تعديل بسيط. نعمل تعديل بسيط الجزئية دي، وهي إن إحنا نعدل في صيغة الصورة شوية. نظام دخول تبقى على هذا النهج لحد إن شاء الله إن ده نظام حلو في برامج تاني، في برامج تانية. هنمشي في إجراءات الرصيد الافتتاحي، وندخل العقدة الموجودة في المطعم في الكافيه. دلوقتي احنا عايزين ندخل ايه الرصيد الافتتاحي ده. هنعمل جدول، وهو جدول عبارة عن كود الصنف ممكن في البرنامج ده. مش هنعمل كواد، هندخل اسم صنف على طول. اسم الصنف هنا، السعر هنا، كلاس السعر بتاعه، ونعمل هنا ماشي. نعمل اسم الصنف والسعر. هتاخد في تيبل اتنين بس. هنا هنفتح نموذج، هناخد بقى ايه مين دي نسخة، هتبقى فورم تلاتة. هنيجي عند فورم تلاتة، هنشيل بقى ده خلاص، احنا مرضين نسخ. تمام. مسمى الصنف، اسم الصنف، اسم الصنف اهو، و المجموعة. مجموعة الصنف، المجموعة وارد اللي هي ممكن تتكرر، عشان كده احنا لازم نعملها شريط قوائم. وهنعمل بس شوية ضبط كده، علشان انا مش طبيعي ان انا اشرح على حاجة التفنيش بتاعتها ما اتعملش. فبنعمل هنا الحفظ بتاعها اهو، وممكن نعملها منظر جمالي شوية، نعمل لون مخالف عن اللون اللي هو الخلفية، وليكن نظهر من هنا ونشوف كده ما يناسب هذه الخلفية. نظهر تاني هنا وليكن ده، ونحاول ان احنا نخلي الكلام ده في النص في المنتصف. ونعمل تظليلة ديت، وهنعمل العملية الشبكية اللي احنا معتادين نعملها. بس قبل ما نعمل الشبكية برضك نحاول نخلي الكلام في النص، مش في النص، هي موجودة في النص هي، لكن بيبقى في الوسط ما بين فوق وده. المنجر بتساوي صفر علامة اتنين. هنعمل عامل الشبكية حاجة كده بتخليه كله يمسك في بعضه، محدش يتوه من عن التاني اهي، بحيث ما انتوا شايفين. بصي شايف اهي،
تلزق اهو، يلزق بعد كده نقدر نتحكم فيه زي ما انتوا شايفين اهو، ونقدر نوسع بقى ايه الجزئية اللي تحت دي علشان خاطر ايه تبقى زي اخوها اللي فوق. ده اسم المسمى الصنف، دي نقطة. هناخد الكلام ده نسخة ونضيفها هنا ونضيف هنا، اهو هتبقى ايه سعر الشراء، سعر الشراء. هنشتغل بقى دلوقتي في ازاي ان احنا نضيف هنا زرار يعمل مجموعة صنف، وبحيث ما يقدرش ايه يعني يلتزم في كتابة الصنف، بحيث نيجي نكتب ما يخرجش عن القائمة الموجودة في مجموعة الصنف. يعني ايه مجموعة الصنف؟ يعني مثلا احنا دلوقتي احنا بنعمل برنامج عن كافي شوب، عبارة عن ايه كافي شوب؟ كنبة، كرسي، تلفزيون، مكنة اللي بتعمل القهوة، مكنة بتعمل كابتشينو. طيب تعالى بقى نصنف بقى الكرسي، يبقى ده مجموعة الأساس. المكنة بتعمل القهوة مجموعة الأجهزة الكهربائية. السجادة مجموعة الإيه المفروشات. كوبايات مش عارف إيه مجموعة المستلزمات المستهلكة. يعني إيه بقى المستلزمات المستهلكة؟ ويعني إيه بقى المستلزمات الأصول؟ دي كلام يعني هنقوله واحنا بنشرح بس، عشان ايه هتقولي طب حد يحط الكوبايه في الاصول مش عارف ايه؟ يا سيدي انا بدي مثال، انت ممكن تحط ضيف وممكن ما تضيفش، ماشي؟ فاحنا عايزين كل حاجه بنظام. قبل ما نشتغل في المجموعه لازم الزرار دوت يفعل، يعني مجرد ما نضغط عليه يودينا بقى مجموعة، يودينا للمجموعة. هيبقى ايه هنا؟ فورم ثلاثة، يودينا على فورم ثلاثة على طول. ضغط على هذا الزرار وبين فورم 3. وفي نفس الوقت فورم 3 هنعمل بوب اب والاوتو سنتر بتخلي ايه تبقى في المنتصف، ونعمل الجزئيه دي كده في النص شويه. هنا عند الدخول الرصيد الافتتاحي هيدينا طبعا عايزين نعمل لون مخالف من اللون ده علشان نبين ان في شاشة تانية اتفتحت، يبين ان في شاشة تانية اتفتحت ليكن ده كده، يبين ان في شاشة ايه اتفتحت. هنا اتفقنا اخر مرة هنا هتبقى مجموعة الصنف، تمام؟ وهنعمل هنا الشاشة يعرف ايه هو ما تم ادخاله، وهي مساعد شاشة مساعد، بس هننزلها تحت شوية عشان في حاجتين لسه ما طفوش. اسم الصنف ماشي اهي، اسم الصنف والسعر بتاعه والكمية الادخال، والكمية يعني في هنا كمية، هنعمل هنا كمية إضافة كمية. هنيجي هنا نختار العلامة اللي هي المسحة دي،
يبقى كده كله زي بعضه. دي عشان يكملني هي قائمة قائمة بتبقى هي يعني محذوفة شمال شوية، مش مشكلة. وهنعمل هنا زرار اسمه إدخال، إدخال كده، اسم الصنف، سعر الشراء اللي احنا اشترينا بيه، الكمية كده قد ايه، موجود في اي مجموعة، وادخال. طب افرض دلوقتي المجموعة دي مش متاحة، يعني المجموعة هنعمل لها هنا زرار مش مشكلة، اضافة زي ما احنا حبينا نضيف اسم مجموعة. دلوقتي الخطوة اللي بعديها اني خلصت، بس يعني تبقى في نفس الكلمة، نفس الحذاء مع الأمانة برضك، انت ممكن تلزق شوية لحد القايمة كده، لا مانع مش عيب، وهكذا. بعد كده الخطوة اللي دلوقتي هنعملها اللي هي نقدر ندخل بقى البيانات، بس هنا خد بالك احنا هنا ما عملناش كود صنف، كود الصنف هنا المرة دي هنعمله كود عدم التحكم فيه، خليه هو يخش المرة دي بقى تلقائي. والكود دايما بيبقى أول حاجة كود الصنف، دلوقتي هنشتغل ازاي او مفتاح الخانة ديت بيجيب لي ان كود الصنف ده واحد وعدم التحكم فيه، بحيث اي حاجة ادخلها بالكود الجديد بالكود دوت واحد.